اولا الوضعيه بحكم العلاقه اللي عندي مع النادي القنيطري كلاعب وكعائله اللي يعني محسوبه على النادي القنيطري، انا ما راضيش عليها وما يمكنش الرضا عليها، بحيث هذاك الفريق على الاقل خصو يكون ويبقى في القسم الوطني الاول، وعلى حساب كي كان والتنظيم اللي كان منظم هذاك الفريق، يعني حتى الى ما عرف بنادم ما يدير راه يمشي على راسه وما يهبطش الاقسام الاخرى. نادي القنيطري بامكانها على الماضي ديالها وعلى الامور كيفاش كانت ممشيه فيها وعلى اش عطات الى غير ذلك تمشي غير راسها، اي سميتها تمشي. انا ما فهمتش كيفاش وصلت لهذا المستوى هذا. و كنطيق في الانسان وفي الطاقات ديالو كنقول بانه الانسان ما يمكنش يفسد اكثر ما يصلح، ولكن ملي كتشوف يعني هذه التجربه يعني فريده من نوعها، فريق عاري ويبقاو يتعاقبوا عليه حتى يوصلوه لاخر مرتب، فاشنو الدور اللي قاموا به في غيابنا؟ حنا كنا كننتظروا انهم يوصلوا لنتائج احسن من هذاك الشيء اللي بقات فيه النادي القنيطري واللي خلينا فيه النادي القنيطري. ما يمكن الا كنتي انسان ايجابي ومعطاء ما يمكن لك الا تعطي نتائج من هذاك الشيء اللي بقاو، راكم عارفين يعني التنظيم ولا الامور ديال النادي القنيطري كلها كي كانت، واي واحد جا كيلقى السهوله للتسيير، ولكن لحد الان انا عندي علامه استفهام كيفاش هاد الاخوان يعني مشاو بهذا الفريق الحاضر، مع العلم انه كاينه طاقات في مدينه القنيطره وطاقات يعني تقنيه مهمه واللي كان واخده. علاش؟ لان كل واحد يعني الكاك دارتهم وهما سمحوا فيه. علاش؟ لانهم لاعبين الشخصيه الذاتيه ديالهم، كل واحد كيقلب على راسه، حتى واحد فيهم ما قال راح شوما هذا النادي راه هو الاب والام ديالي، راه هو اللي دار لي سميه او هو اللي دار لي اي حاجه. الان انا كنقول راه ديالي ورا نعطيه عوقيت في النهار ونعاون من الجانب ديالي او من الزاويه ديالي، انا كنواخذهم جميعا خاصه اللعب، فكلهم كيتراشقوا فيما بينهم، حتى واحد ما راضي بواحد، ولكن اللي ادى الفاتوره وهي النادي القنيطري. اما راه في استطاعتهم اذا داروا عقلهم وقروا وقالوا غنعطيو غير سنه او كل واحد يعطي 10 من وقته، وهما بحكم العدد ديالهم راه هي سنه، وهذيك السنه راه يردوا فيها النادي القنيطري غير هما بحكم التجربه اللي عندهم وبحكم التكوين اللي كونهم واحد السيده سميتو دومو محمد، التكوين اللي عطاهم الا عطى كل واحد شهر فالعدد ديالهم كيعطي سنه، وهذيك السنه يردوا الفريق الوطني ولو يجيبوا أبكم
وأصم يمشي الكاك راه طلع حيت عارفين هما كلشي، ولكن اللي قضى عليهم وهي الحاجزات الشخصية ومحبة النفس وهضر فيا نهضر فيك وهذا ما راضي بهذا وهذا ما راضي بهذا وهذا علاش يكون هنا وهذا ما كاينش ما قالوش كاملين لا هادشي راه ضرينا به الكاك نعلو الشيطان ونوضو ونديرو ليد في ليد ونردو هاد الفرقة للمكانة ديالها. هذا أول مرض كاين عندكم قنيطرة، وأنا بحكم ولد قنيطرة كنعرف هادشي. هاد القهوة فيها جوج لعابة ولا ثلاثة كيهضرو في هادو وهادو هنا وهادو هنا وهادو هنا، ألور كو كانت فرقة وحدة كتدخل كتسمى النادي القنيطرة، فيها واحد افاسونتر وفيها واحد اللي دروا وواحد اللي كوش وواحد ستوبر وواحد اريال دروا وواحد ياك. ولكن هاد الناس ملي سالاو وبغات الفرقة تستعين بهم ما خلاوش بعضياتهم، عيطي لهذا ناضوا ليه هذا، عيطي لهذا ناضوا ليه هذا، عيطي لهذا ناضوا ليه هذا. فهذا اول مرض بعدا كاين هو هذا، وحنا كنبقى حيت الا ما حطيتوش يديكم على المرض ما داواش. هذا هو اول مرض كاين، واخا نجيبو بريزيدون جيبو بريزيدون من الالمان وهذوك الناس راه يخرجوا عليه ويخرجوا على حيت المرض كاين فيهم وتا واحد ما قادر يهضر معاهم. واحد اللي كان كيقدر يهضر معاهم هو السي محمد، كان كيقول لهم الحقيقه في وجوههم. هذاك السيد مشى وبقاو المجاملين، فما كانش اللي يقدر يجمعهم ويدير لهم عشاء ويقول لهم راه انتوما اللي خرجتوا على الكار، كيفاش انتوما؟ علاش وعلاش وعلاش كتهضروا في بعضياتكم كديروا كتفعلوا كتدروا، واللي تعطاتو شي مهمة جا شي واحد رئيس وعطا مهمة لهذا كينوضوا ليه هادو ما خليتوش بعضياتكم انتوما اللي ضريتو. هذا مرض الاول اللي كاين هو. اما الرئيس قدر يتوجد فهمتي، او دار لجنة مؤقتة نسميوها لجنة مؤقتة لي سميتو دعم نادي القنيطري من اجل الرجوع الى الاقسام الاعلى، ولكن هاد الناس هادو راه ما خدامين ما خدامين. النقطه الاخرى اذا انا ما راضيش، علاش؟ وبديت لك في الوصفة. هاد الناس الله يهديهم اللي قد خصو ينعل الشيطان ويجي يعاون ود قال لهم بصراحة ما كاينش الأجرة غتعاون لأن كليتي من الكاك. اش كنتي وريني واحد فيهم كان شي حاجة، كنعرفوهم كاملين الكاك اللي دارتهم والكاك اللي خدماتهم والكاك اللي جوجاتهم والكاك اللي عطاتهم واللي فيهم يعني ما يكذبني يجي يقول لي لا سي انا همني جبت ولا همني درت ولا همني فعلت، يلا وريني شي واحد فيهم. كنعرفوا بعضياتنا، راه النادي قنيطري اللي دارت هذوك الناس وهما راهم ما اعترفوش ليها وكيضربوا في بعضياتهم وما يسحبوا داك الشيء راه بيناتهم وما راه كيضربوا الفرقه. هادشي اللي كاين، ولي هادشي راه ما كاينش اللي قادر يقولوا، ما كاينش اللي قادر يقولوا. انا نقولوا البوساتي ونقولوا البوحياوي ونقولوا الجمال ونقولوا اليوم كاملين حيت انا كنعرفهم وما عندهم ما غيقول ليا
حيت لا قلت ليه راك ما كنتي والو راه ما كان والو، كلهم كنعرفهم انا، كلهم لعبت معاهم وعرفتهم منين داروا هذا الشيء اللي عندهم دابا، لا جرايم ولا دي بوست ولا اللي في لا روتريت منين وريني، راه ولينا لي ديبلوم ديالكم ما كاينش. الكاك والكاك شرف كبير ومدرسة كبيرة، وحتى لا قلت لك الكاك دارت لك ما خصش يضرك الحال، شرف كبير لا تكونتي في الكاك، وشرف كبير لخدماتك الكاك، وشرف كبير لعطاتك الكاك الديبلوم، ولكن خاصك تعترف ليها هذه النقطة. ومن هاد الناس ملي تقال لهم هاد الهضره وهذا من هادو هما لا بيبينيير، هادو يعطيوك كلشي، غيعطيوك راهم شتي يعطيوك ان بيرو، يعطيوك كاتب عام منهم حافظين، فهمتي، يعطيوك ان تريزوري منهم حافظين، كاع ما تبقاو تقلبوا على تجيبوا ناس من اهل مكه ادرابي شعابها، هما يعطيو ويعطيو ان كوميتي تكنيك اللي غادي يدخل على الخط وما يخليش هذيك الفوضى والعشوائيه ف سميتو في التسيير التقني ديال الفريق. فالفريق عنده واحد راس المال من اللاعبين، شكون هما ولاد البلاد اللي هما كيبغيو الكاك وباغين يلعبوا في الكاك وباغين يزيدوا الامان، اللي هو غير مرتزق او جاي وعنده اجر وعنده هذاك يعطينا اتساع، ما دار هذاك دانا الهويه، احنا وصلنا لو كان فيه شي فايده كون رحنا دينا الشامبيون به، ما كاينش، هذا جا هذا مشى هذا جا هذا مشى، كاين اللي كيمشي في لالي ويرجع في الروتور، ما فهمتش انا هذا دونك هاد الخلطه ما عطاتش، ملي ما عطاتش خصها تحيد. ارى ليا ولاد الكاك ما يمكنش فريق بحال هذاك عريق ونهبطوا لي جون من هنا ومن هنا وما غنخرجوش على الاقل بسبعه ولا ثمانيه اللعاب، ولاد الكاك حطوهم لاجي مدينه القنيطره كلها احياء، قيد دار ان تورنوا ديال الاحياء بحال كنا كنديروا من قبل، كنا ناخذوا منه اربعه ولا خمسه لعابه، وخاصه الان كاين نفور من النادي على العشوائيه وباك صاحبي اللي كاينه، وكاين نجاح ديال ما يسمى بالكره المصغره اللي تكلمنا عليها قبل. فهاد الاخوان اش كيلعبوا؟ كيلعبوا كره، ولكن علاش ما كيلعبها في الحي او كيلعبها في ميني فوت؟ لانه جا وما لقاش اللي غيستقبلو اللي غيسهل عليه اللي غياخذ بيدو واللي غيعاونو، ومشاو كيلعبوا الكره في الكره الموهبه، غيمشي يلعبها في البلاصه اللي اما في الدرب اما قدام دارهم اما اما اما. اذا خاص ان تورنوا يدار على مستوى الاحياء، الاخوان اللي هما في المستوى واللي تيعطيونا. هذا يحيى جبران ديال الوداد دابا واللي هو راه غادي وكيكبر، راه من الميني فوت خداو واحد الدري اخر في ليفار، واحد الولد في ليفار تا هو راه خداو من الميني فوت، راه كاينين دراري اللي تخداو من الاحياء، ولكن ماشي هو كيلعب الميني فوت، ولكن يمكن ليه يلعب في سميتو على شرط انه يلقى الظروف، يلقى اللي غيستقبلو مزيان. راه دابا حنا في عصر اخر، وحنا دابا مع واحد الجيل جديد قاري مفقه، عهد العولمه، عهد هادشي ديال المواقع الاجتماعيه، عهد البورطابل، خص يعني طرق تبدل في النادي، خص يكون استقبال لائق وتكون مواكبه لائقه، وغادي على الاقل هاد التورنوا
غنغمضوا عينينا حتى نعيا ويعطينا 7-8 د اللعابه او نيفو هذه نقطه. وفي نفس الوقت ملي غادي نديروا هاد التورنوا ديال الاحياء راه غادي نديروا اشعاع وغنخبروا الاحياء، بالتالي فكل حي غادي اللي محتضن ولادو غيبغي ولادو يلعبوا في الكراك، وبالتالي غتربح اللعاب الى لقيتيه من ذاك الحي وغتربح الحي نفسه، وبالتالي كتسمى كتبني بناء قاعدي من التحت وكدير تواصل مع الحي وولادو واللي باغيين يلعبوا الكره، كتمد لهم يديك وهما راه غيجيو، راه ما يمكنش. اذا هادو ما غيمكن يعطيوك الا واحد المجموعه غتزيدها على المجموعه اللي كاينه في ولاد الكاك. والنقطه الثالثه وهو المحيط بالمدينه القنيطره، عندك سوق لابعه، عندك سيدي سليمان، عندك سيدي يحيى، عندك كاع هذيك المدن، غندير مع هذه التورنوا على اساس انني نستقطب منها ها ونسبونسوريزيها كنادي اسمه النادي القنيطري، ونخليها كبيبينيير كمنبت كتعطيني المواهب ديالها، حتى هي يولي عندها واحد التوجه في سيدي حيا، انه اللي غيجي يلعب في سيدي حيا راه ما غيبقاش غير في سيدي حيا، بالعكس بل انه غيزاول في سيدي حيا، وانه راه كاين في السنه واحد المعرض ديال مقابله دون لو كادر دان تورنوا، ولا كنت مزيان غتديني الكاك، والكاك راه سيتي اون فيترين او نيفو ناسيونال. اذا خاصنا ثاني نديرو هاد التورنوا، التورنوا ما يمكنش ما يعطيناش سوق الاربعه مرزاقه راه مول سيدي حيا، ولعاب اخرين راهم داك الروبيو الروبيو الى غير، المهم واحد العدد غادي الى درنا ان تورنوا غادي نجمعو ثاني 5-6-8 لعابه زيدهم على هذاك الشيء راك في 20 لاعب، هذاك الشيء اللي ديال اللي شاري انا ما بغيتوش، انا ما اش غتقول لي لا راه خصك تشري باش تبقى فين غنبقى انا رانا لتحت دابا تسير بعيد مني خليني نبني، وتا حاجه ما كاينه فلوس كلها خاص يتخلصوا بها على اللعابه، كتعطي الجهه كيعطي المجلس الاقليمي كيعطي المجلس البلدي، ايوا الفلوس كيفرقوها على بعضياتهم وما كاين نتيجه، خليو هاد الفلوس نديرو بها حوايج اخرين وخليونا نوكلوها على هاد الدراري، نديرو بها تورنوا في تورنوا في هذا ونجمع لكم فرقه، انا هي الوصفه بالنسبه ليا، وإلا ما دارش هادشي راه عيط تخربيق. ومنين الاصل هو لي زونسيان جوار، حيت القنيطره مدينه صغيره وهذوك لي زونسيان جوار كتار عليها، الا ما خدموش وتجمعوا وتغسل لهم عقلهم وركبوا في التران ودار منهم كل شيء، الموسيقى ودار منهم ودار منهم ودار منهم ودارت منهم اللجنه وداك الشيء وتعطاهم برنامج باش يطبقوه، ما دمرش واخا تجيبوا واحد من الالمان واخا تجيبوا بريزيدون من الالمان، اذا راه كل شيء المرض راه في القنيطره وفي ولادها، وهادو اللي كيجيو كي بحال بحال شي واحد جاي كيلقى اكسيدون قدامه ما كيوقفش باش يعاون ولا هذا ولا كيديرها كيبدا كيقلب واش كاين شي بسطام ولا شي سلسله ولا شي مكانه، ها اللي واقع في قنيط الكاك كاك داير اكسيده واللي كيجيو ها كل واحد اش باغي يدي، ما كاينش اللي قال هذا عيط الجدارميه دار كوستا هزوا اللي مجروح هزوا اللي هذا نديو هذا، لا وكنظن راك متفق معايا وحسيتي انني كنهضر من قلبي على النادي القنيطري، دورك دوم وسام وكنهضر يعني بحرقه وكنعطيك يعني لو كان المرحوم غادي يكون هذه هي التوجه ديالو، حيت ملي غيجلس غنقولوا له ها فين كاين المرض
خص تشخيص. تشخيص. شي كلمة للجمهور القنيطري عامة. الجمهور القنيطري اش غنقول لك، جمهور كبير. وجمهور يعني ما غلطش، حيت كيبغي الفرقة وعندو لادين اللي قلت لك، عندو هوية، كيعرف الكاك شكون هي، ولكن ما عندوش كيفاش يصلح بنفسه. ما يمكنش يكون في المدرجات ويكون واقف في التوش. هذا دور واحد راه قايم به الجمهور، الجمهور قايم بالدور ديالو، ولكن خصو يعرف الوصفة ويعرف الضرر فين كاين، فهمتي؟ ويحيد عليه يعني ليكلو. كاينه كاك وحده كلنا نجمعو ليها كي ولاد خبازه، كي ولاد جردة القاضي، كي ولاد المدينه، كي ولاد نجمعو. عندنا الكاك والحب ديال الكاك مفيش المزايده، كلنا كيف كيف، ولكن خصنا عاود يكون عندنا نفس البرنامج ونجي وراء نفس البرنامج باش ننجحو. اما لا كنا جمهور، واحد كيغوت لهاد الجهة حتى هو، واحد كيغوت لهاد الجهة، واحد زيدهم على اللعابة فيهم هذاك المرض ويتزاد الجمهور فيه ليك، لا ما غاتنجحش. الجمهور خصو حتى هو كلمة واحدة ودار وصفة واحدة ونتفقوا عليها. اللعابة خاصهم يتغسلوا ليهم الودنين في الوصفة، او لي تورنوا والتكوين ديال الفريق ولد المدينه من بعض الطريقه اللي قلت لك، يكون في الوصفه، يكون وراء الجمهور يدعموا. هادوك المرتزقه الفليسي يمشيو في حالهم، يمشيو في حالهم، ولكن يكون وراء الجمهور ويكون كيقول نفس الهضره. فاذا كان برنامج وكان جمهور كيدعموا وكل شيء راكب فيه، ما يمكنش ما تنجحش. ولكن إذا كانت طوائف ما يمكنش تدير شي حاجة، ولو تجيب هذيك بايرن ميونيخ القنيطرة يخرجوا عليها يردوها بحال هكا. ياك بايرن ميونيخ شتي راه الضرر ماشي الفوق، الضرر لتحت. أنا عطيتك مكامن ضعف هنا وهنا وهنا، وهادشي اللي كاين.